إذا هذا هو الملفات التي خاصة بـ PHP API الذي لدينا. فيفترض العمل أن يكون بـ PHP script هنا بنقطة أن نقوم بإنشاء نقطة API جديدة نسميها ماذا؟ نسميها Who am I. لكن الفكرة بنقطة Who am I هي أن ما هي الفكرة؟ الفكرة أننا يجب أن نعدل على utilities التي هي اسمها is authorized. لأن الآن سنعدل عليها لكن دقيقة واحدة فسأفتحها هنا. فإذن utilities is authorized. لاحظوا أن في هذه utilities أنا ماذا فعلت؟ قمت بالتأكد إذا كان الشخص authorized. وإذا كان authorized فأنا فعليا ماذا فعلت؟ بكل بساطة قلت أنه authorized false authorized true فقط. لم أكتب أي شيء إضافي. أنا أريد التعديل على هذا ليرسل اليوزر. يعني أصبح لدي اليوزر، لماذا لا أرسل معلوماته؟ فبالتالي هنا بداية لاحظوا هذا اليوزر is authorized يقوم هنا يمكن مثلا أن نقوم بالتعديل على كل واحدة من هذا أو هنا فقط. لاحظوا إذا كان لم يكن authorized فقط أريد إرسال المسج، سأتركها كما هي. فالفولس سأتركها كما هي. لكن بالنسبة للترو فهنا أريد إضافة داتا، وهذه الداتا أريدها أن تكون اليوزر. مبدئيا سأكتب null. طيب من أين ستأتينا هذه الداتا؟ يفترض تأتينا من هذا الفانكشن الفيريفاي توكن، لأن بهذا الفانكشن أنا قمت فعليا بديكود للتوكن. فبالتالي ما الشيء الذي سأكتبه هنا؟ سأكتب هنا شيء، سأكتب is valid وأقوم بجلب function verify token وأعطيه التوكن. هنا سأسأل إذا كان هذا is valid، طبعا هذا small letter، وهنا سنسأل is valid valid، لأن هنا هذا الفانكشن سنعدل على الريتيرن الخاصة به، سنعيد منه array فيها موضوعين، الأول valid التي ستكون إما true or false، والموضوع الثاني سيكون الداتا الذي سيكون هو معلومات اليوزر. الآن سأعدل هذا. فهنا سنكتب إذا كان valid فعليا فبكل بساطة أنا سأعيد authorize true. الداتا هنا ستكون هي is valid data. جيد. فإذا هذا verify token كما اتفقنا نحن، ما الشيء الذي يعيده؟ بكل بساطة يعيد هنا مثلا return false. بدلا من إعادة return false أنا سأعيد array فيها valid، سأكتب false والdata مثلا null. لا يوجد data فعليا، يمكن أن نعيد message منه أن مثلا expired token expired. هذه نفسها مثلا سأعيدها هنا بالreturn false. الreturn false هذه ماذا؟ أن اليوزر غير موجود، فذن token not valid. ونفس الشيء هنا token not valid، وربما أضيف مثلا حتى أضيف هذا الايرور الذي حصل، مثلا الايرور مسج. عفوا أنا صدقون أنا PHP فبالتالي نسيت أنني PHP حقيقة. بالتالي هنا سنكتب هذا وبدل هذا سأكتب نقطة هكذا. ممتاز. لكن ماذا عن قصة الفاليد؟ إذا كان فاليد فأنا أريد أن أعيد true، والديتا فعليا أريد أن أعيد اليوزر. فإذن أريد أن أعيد اليوزر، لكن من هو هذا اليوزر؟ من أين سيأتي؟ سيأتي من الديتابيس. فبالتالي هنا اليوزر سيكون يساوي result، وسنكتب result fetch underscore. طبعا أنا كتبت شيء خطأ صحيح أم صحيح لا أعرف. فإذن الآن هذا هو اليوزر. فأعتقد هكذا هذه هي خاصية is authorized تعمل الآن، خاصية هذا. فنتأكد منها بداية هنا في الأعلى المسج كتبنا أن التوكن valid، أما هنا لاحظوا قلنا أن authorization token not valid، ويمكن أن نضيف له مسج هنا هذه المسج التي جاءت من التوكن. إذن is valid message جيد، و valid token هذه لا تحتاج مسج، وجلبنا الداتا
والداتا هي نفسها التي جاءت من هنا من 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 جهة الداتابيس. طبعا لاحظوا ان بالداتابيس هنا انا طلبت ماذا؟ طلبت كل شيء، لكن لا يجب ان اطلب حق كلمة المرور. لا مشكلة، سأبقي، ستأتيني كلمة المرور مشفرة، لكن يجب ان لا ارسل كلمة المرور مع اي طلب، لكن سنتجاهل هذا مبدئيا. وهنا ارسلت اليوزر، فاذا اعتقد هذا شيء جيد، فانا قمت بالتعديل على نقطة is authorized. هي ليست نقطة، هذه utilities، هذه function فقط. فالان طبعا مرة اخرى اتأكد من شيء، فانا لم اغير شيء، بقيت is authorized لاني استخدمت هذا authorized كثيرا في النقاط السابقة، فيجب ان تكون هي نفسها true or false. فاذا ممتاز. فاذا الان الشيء الذي يجب أن نقوم به هو أن ننشئ، لاحظوا، ننشئ نقطة بداخل الـ API هنا نسميها Who am I. فهنا سأكتب whoami.php، ويمكن مثلا أن أفتح أي ملف، مثلا اللوجن API لوجن، وأنسخ منه كل شيء وأضعه هنا. فإذا مبدئيا لا أحتاج أي validation. بالنسبة لهذا لا أحتاجه فعليا أنا أحتاج الـ utils، مسار واحد للأعلى، الـ utils is authorized، هذه التي قبل قليل أنا قمت بتعديلها، هذا اللي أحتاجه فعليا. لدينا هنا الـ get، هذه ستكون عبارة عن method get فقط وفقط، وإذا لم يكن method get سنقول أن only get request are accepted for who am I فقط. وبالداخل الـ get هذه كلها سأحذفها فقط، حذفتها كلها. الآن هنا سأكتب، سأحصل على الـ user، فذن get user من خلال function is authorized الذي هو اسمه is user authorized، الذي هو نفسه الـ function هذا. نعم تعرفون أنا قمت بإنشاء الملف بالمسار الرئيسي، يجب أن أرسله بـ API. جيد، فإذا مرة أخرى هو am I، فإذا هذا هو الملف is authorized، والفانكشن الذي كنت أتعامل معه هو هذا، هو is user authorized، الذي يعيد لي هنا return هذا الشيء، يعيد لي authorized والdata. فبالتالي هنا يمكن أن أكتب التالي، يمكن أن أكتب، فإذا is user authorized هنا، فيمكن أن أكتب التالي أن if user authorized أو الريزلت من هذا، يمكن أن تقول الريزلت إذا كان هذا user authorized، هذا شيء يعني جيد جدا. بالتالي سأنسخ هذه الريسبونس وأضع هنا، الريسبونس ستكون عبارة عن 200، الستاتس والمسج سنكتب هنا user is logged in، الداتا فعليا ستكون هي اليوزر داتا مرة أخرى لأن هذا يرسل هذا يوزر داتا، والإيرور لا يوجد إيرور، فبالتالي نار. هذا إذا كان كل شيء ماذا؟ إذا كان كل شيء تمام. طيب سأرتب، وهنا إذا لم يكن كل شيء تمام، ما الشيء الذي سأفعله هنا؟ بالتأكيد إذا لم يكن اليوزر authorized ففقط أنا أريد أن أرسل له أنك لست authorized، فسأرسل له هذا، وسأرسل له 401 لأن اتفقنا هذا الكود هو يعني ليس authorized. المسج العامة ستكون هي unauthorized، الداتا null، وهنا يمكن فقط أن نمرر المسج، هل يوجد مسج؟ طبعا إذا لم يكن authorized يوجد هنا مسج فيمكن أن نمررها، فنكتب user message. فإذا هذه هي، فإذا لاحظوا هذا استجاب لها أنه غير موجود who am I بشكل صحيح، استجاب لهذا. فالآن دعوني أجرب، طبعا ها هو، سنقوم بإنشاء هنا request جديد سنسميه login، وسأقوم بنسخ هذا وأذهب إلى هنا وضع هنا post request، البادي سيكون عبارة عن json، وهنا سنكتب email ali@mail.com، والباسورد ستكون هي 2222 لعلي. فذن send، فذن error invalid، نعم invalid لأن هذه الميثود هي login. فذن send، فذن هذا هو الـ
هذا هو التوكن. سأقوم بنسخه، سأقوم بإنشاء نسخة HTTP request جديد، سأقوم برينيم له، إذن رينيم وسأكتب هنا who am I، سيكون عبارة عن get، ولكن بالauthentication سأكتب token وسأضيف هذا التوكن الذي نسخته قبل قليل، وبالنسبة للنقطة هي نفسها النقطة الموجودة هنا وset. فإذن لنرى النتيجة، النتيجة user logged in. فإذا بالنسبة لي PHP كل شيء تمام، كل شيء صحيح، أعاد لي الإيميل، أعاد لي طبعا أنا سجلت باسم علي وأعاد لي علي. فإذا ممتاز، فإذا النجاح من نقطة PHP. في هذا القسم سنقوم بالتعديل على API الارتيكلز، حيث سنقوم بإضافة ميتا هنا لهذا API، والآن سنرى ماذا هي هذه الميتا. هي فعليا تتعلق بالباجينيشن وبالفلترينج وبالسيرش وبالاوردر، يعني بالسورتينج، يعني هل سورت نقوم بترتيب المقالات بشكل تصاعدي تنازلي، هذه الامور. وايضا اريد التعديل على ارتكل، نقطه اضافه ارتكل، والان ساريكم ما الشيء الذي اريد التعديل عليه. ساذهب الى API articles وسنذهب الى نقطه البوست التي من خلالها يمكن إضافة مقالة جديدة. طبعاً بهذه النقطة كما تلاحظون أن نحن استخدمنا authorize is user authorize بالفيديو السابق أو بالدرس السابق. نحن قمنا باستعادة الداتا إذا كان اليوزر authorize، وهذه الداتا هي اليوزر نفسه. فهنا الشيء الذي أريد أن أكتبه هنا أن إذا كان اليوزر authorize، فإذن هنا سيكون user is authorize. سنكتب هنا أن اليوزر is authorized، وإذا كان authorized ففعليا سيعيد لي الداتا. هذه is authorized هي نتيجة تطبيق هذا الفانكشن الذي يعيد لي اليوزر فعليا إذا كان اليوزر فعليا له صلاحية الدخول. فهذا اليوزر هنا لاحظوا أعزائي عندما نجلب نحن الداتا بالأصل، داتا الارتيكل بالأصل، نحن نرسل اليوزر، الاثر اي دي او المؤلف او اي دي او معرف المؤلف. فعليا المؤلف هو نفسه الشخص المسجل للدخول، وهو نفسه الشخص الذي له صلاحية الدخول. فبالتالي هنا بالداتا هذا سأضيف من الباك اند الاثر اي دي، وسأضيفه هنا ان يكون هو نفسه الاي دي لهذا اليوزر. فإذن فقط هذا التعديل الذي أردت أن أقوم به. فبحيث في بالفرونت إند لا داعي أن أضيف اليوزر الآن، لأن بالباك إند ستضيفه بشكل أوتوماتيكي، ستأخذه من التوكن المرسل مع الهيدر الذي تم تحليله وتم إخراج منه اليوزر، وثم الآي دي وإضافته للديتا. هذه الديتا سيتم بعدها سينيتايز وسيتم فاليديت، ولاحظوا بالفاليديتر هنا، عفوا بالفاليديتر ستجدون أن لدينا هنا author ID وسيتم validate له. فإذا الشيء الذي قمت فيه، الذي قمنا به هنا، أنا بكل بساطة أضفنا author ID بشكل أوتوماتيكي dynamic من الهيدر، من التوكن، من التوكن الموجود بالهيدر. واضح؟ هذه أول فكرة. الفكرة الثانية لهذا اليوم هي بالنسبة ل get كل الارتيكل. ففعليا عندما نقوم نحن ب get all the articles، اذا علينا ان نذهب لتلك النقطة بالاعلى هنا، فاذا هذه هي get all articles. فعندما نأتي الى هنا فنحن فعليا لا نريد ان نجلب كل الارتيكلز مرة واحدة، على النقيض من ذلك نريد ان نقوم بتقسيم عرض هذه الايتم بشيء اسمه pagination. فإذا فعليا إذا أردت أن أحصل على هذا الشيء، فبكل بساطة يمكنني مثلا أن أكتب مثلا get current page from URL، يعني يمكن أن أقول له هنا بال URL اجلب لي، عفوا اجلب لي البيج الأولى ويساوي بيج هكذا. ولكن هذا لا يعمل الآن، لكن أريد أن أخذ هذه البيج إذا كانت موجودة بال URL، فبكل بساطة سيتم أخذها من خلال هنا بيج. سنكتب إذا كانت فعليا هنالك لدينا هنا get page هكذا، إذا كانت موجودة بالـ URL فبكل بساطة نحن نريد بداية أن تحولها لإنتجر،
لنحصل على رقم منها ونريدها فعلا، نريدها هي نفسها get page. طبعا إذا لم تكن موجودة فأنا أريد أن تكون رقم واحد بشكل أوتوماتيكي. لاحظوا أعزائي أن في الأدنى هنا في أين عندما نقول كود 200 هنا سأرسل أشياء جديدة، سأرسل هنا متى جيد، وبداخل الميتا سأكتب current page أو page، وهنا سأعطيها نفس البيج التي أدخلها الشخص باليورل. فبالتالي هنا عندما أقوم بالنقر على enter فلاحظوا سيكون لدي هنا متا بيج. هذه الميتا يمكن أن نضع فيها لواحق الطلب، وخصوصا موضوع الباجينيشن مثلا، موضوع أن كم عدد القيود التي لدي، كم عدد الريكورد وهذه الأمور. فهذا هو، فإذن هذه البيج فعليا أنا أحتاجها، والآن سأريكم أين، لكن قبل ذلك أريد أن أجلب باقي الأمور. فهذه بالنسبة لي الكرنت بيج. أيضا يمكن أن أحصل على كم القيد تريد في الصفحة الواحدة، فإذن items per page، فبالتالي هنا سأكتب هكذا per page، وهنا per page، وهنا عفوا هكذا. وإذا لم يتم تحديده فأنا أريد مثلا دعونا نقول 5، ما رأيكم 5؟ إذا لم يحدد الشخص كم article يريد في الصفحة أنا سأقول 5. وفي الأدنى هنا سأضيف per page، ستكون هي نفسها قيمة per page. مرة أخرى سأعيد هنا الطلب، فلذا لاحظوا سيقول per page 5 لأن لم يتم تحديدها. لكن ماذا لو قم بتحديدها؟ سأغير هذه الصفحة مثلا لاثنين وأضيف per page مثلا 10، فإذن الآن يفترض أن يأتي هنا 12. لاحظوا فأنا لا أفعل شيء حاليا، فقط أنا أجلب أشياء وأمررها فقط، فإذن لا يوجد شيء جديد لهذه اللحظة. يفترض أنك تعرف الآن شيء بسيط جدا، يفترض أنك تفهم الشيء الذي يجري. الموضوع الثاني هو أننا نريد أن نعرف ما هو الترتيب الذي يريده، فإذن هل يريد أن يرتب القيود بشكل تصاعدي أم بشكل تنازلي؟ فنفس القضية هنا، سأجلب الأوردر وهنا أوردر وهنا أوردر، لكن فعليا هنا يعني فعليا أنا لن أكتب بهذه الطريقة إذا كان أو إذا كان، فسأكتب أن إذا كان الأوردر محدد والأوردر مثلا يساوي ascending، فبكل بساطة اجعل الأوردر يساوي ascending، غير ذلك اجعله يساوي descending تنازلي. وأيضا في الأدنى هنا سأمرر الأوردر، أيضا سأقوم بإنشاء شيء اسمه order by، وأنا فعليا أريد الترتيب حسب الID فسأضعها بشكل يعني مباشر. وأيضا هنا بالنسبة للأوردر سأمرر لها الأوردر. فإذا لنرى النتيجة مع هذا الموضوع، فإذا الأوردر طبعا لم أحددها أنا، فلاحظوا الأوردر descending لم أحددها، لكن لو حددتها من هنا فإذا and order يساوي مثلا ascending، فيفترض الآن أن تعود لي لم تعد ascending، لماذا يفترض أن تعد ascending هنا؟ فلنرى فإذا order لم يأخذها فعليا، لا أعرف لماذا. إذن دعونا نرى مجددا ما الشيء الذي كتبناه. فهنا طبعا لاحظوا أن حولتها لإنتجر خطأ، طبعا لا يجب أن أحولها هكذا، لماذا هكذا كتبت؟ هي string، فإذن مرة أخرى فلاحظوا ascending، فأنا أدخلت ascending، إذا دخلت descending فستكون أيضا descending، واضح؟ وإذا لم أدخل شيء ستكون descending، واضح؟ ايضا اريد ان اخذ من هنا كويري للسيرش للبحث، وهذا كويري البحث فقط ساقوم بكتابة هنا ان سيرش كويري مثلا، اذا كان السيرش موجود فاجعل هذا السيرش يساوي كذا، وفي النهاية ساكتب سيرش او سيرش تير مثلا يساوي السيرش الموجود. فاذا سنكتب هنا إذا فعلا تم تحديدها، بالتالي سأكتب هكذا، إذا تم تحديدها فعلا فاحصل عليها، غير ذلك احصل على لا شيء. هذا صحيح لا أعرف يعني، ماذا مرة أخرى تحديث، مرة أخرى الخطأ أن undefined variable search، نعم لماذا؟ لأن هذا اسمه search query. فإذا نعد، أتمنى أن لا نتوقف هنا كثيرا، فإذا صحيح وهنا search high. وأخيرا
لا أعرف فعليا ما الشيء الذي كتبته. طيب لو وضعنا هنا لا شيء فدن يفترض أن يظهر لي لا شيء. وإذا أيضا لم أكتب search بالأصل هل سيكون هناك مشكلة؟ لا يوجد مشكلة، هو search empty. جيد جدا، جيد جدا، أننا لم نتوقف عند هذه النقطة كثيرا. الموضوع الثاني الذي أريد أن أحصل عليه هو أن عند القيام بتقسيم العناصر لصفحات فيفترض مني أن أقوم بماذا؟ بالحصول على كل القيود التي لدي، يعني أحصل على كم قيد لدي في قاعة البيانات ويتم تقسيمه على عدد الصفحات، فبالتالي أحصل على الباجينيشن المطلوب. لكن كيف أحصل على عدد كل القيود؟ علي أن أقوم بالطلب لقاعة البيانات، وهذا الشيء الذي سنقوم به هنا بالداخل تراي هنا. إذا قبل أن نطلب كل الارتكل سنطلب ماذا؟ سنطلب كل القيود الكاونت، سنطلب get articles count. جيد، وهنا سنكتب الأمر، فإذا count query الذي سيكون هو عبارة سهل جدا، select و count لكل شيء. سنسمي هذا الكاونت total وسيكون from وثم اسم الجدول next article. واضح؟ وبعد أن نحصل على كل الكاونت، طبعا هذا الأمر علينا تنفيذه، فإذا سنكتب هنا count result مثلا، وسنجلب ال database التي لدينا، ال connection الذي لدينا، سنقوم ب query لل count query. إذا الآن ستأتينا النتيجة فعليا، وال count سيكون هو عبارة عن total records الذي ستساوي هذه ال count result، عفوا هذه ال count result، وهنا كل الموضوع السابق، ومن هذه النتيجة سنأخذ التوتال. فإذن هذا فقط. فإذن الآن أصبح لدينا التوتال ريكورد. طيب هذه التوتال ريكورد يمكن من هنا أن نحسب توتال بيجز، فإذن توتال نمبر أوف بيجز، كم صفحة لدي أنا. فبكل بساطة النمبر أوف بيجز، فإذن توتال بيجز، سيكون هو تقسيم التوتال ريكورد على عدد الصفحات التي أنا أسميتها per page، يعني مثلا 10 4 5 هكذا. لكن هذه القسمة يمكن أن تؤدي لرقم، يعني ليس رقم صحيح، فيمكن أن أقوم بتقريبه للأعلى باستخدام C هكذا. جيد، هذه total page وهذه total record أريد تمريرها هنا أيضا بالميتا، وبرأيكم ماذا نسميها إذا أردنا تمريرها؟ فيمكن هنا أن نكتب count فقط، count، ومن count نحولها لانتجر، فإذا نحولها لانتجر وتكون هي ال total record. وأيضا نريد ال total pages، فإذا سأسميها total pages وأيضا سأحولها لانتجر وهي total pages. فأنا هنا فقط قمت بتمريرها. فإذا لنرى النتيجة هنا إذا كان هنالك خطأ، enter، خطأ لنرى ما هو الخطأ. فإذا per page، نعم، فإذا هذا اسمها per page، هي كتبتها خطأ هكذا. فإذا تحديث، فإذا هذا هو، لاحظوا التوتال بيجز 2 لأن الكاونت 11، وقلت أنا أريد 10 عناصر في الصفحة الواحدة. طيب لو قلت أنني أريد 5 عناصر في الصفحة الواحدة، فما الشيء الذي سيجري هنا؟ فلدينا لدينا 11 مقالة، إذا قسمتها على 5 صفحات فكم سيكون؟ تقريبا ثلاث صفحات. فإذا هذه هي total pages، 3 صفحات. جيد، لكن لهذه اللحظة هذا لا يعمل فعليا، أنا فقط قمت بالحصول على الأشياء وتمريرها، فأنا أريد فعليا أن أجعله يعمل. فكيف أجعله يعمل؟ فبكل بساطة بالنسبة لأمر database هنا يمكن تعديله، فيمكن الحصول على هنالك شيء اسمه order by. من خلال هذا order by يمكن أن نحدد أننا نريد أن نقوم بالترتيب حسب ماذا. نقول مثلا الID ونمرر مثلا ascending أو descending، فهذا يمكن تمريرها لهذا الأمر. أيضا هنالك شيء آخر يمكن تمريره للأمر الذي هو اسمه limit واسمه offset. فإذا الليمت تقوم ليمت بماذا؟ بتحديد عدد العناصر أو عدد الريكورد التي يتم استعادتها من الداتابيس. ف
مثلا عندما أقول أنا أريد مثلا بالصفحة 5 عناصر، فالليمت ستكون 5، جيد؟ والأوفست تعني من أين تريد أن تسترجع العناصر، من أي مكان، من أي إندكس يعني. فمثلا لو أنا استرديت العناصر لأول صفحة، فستكون من 0 لعدد عناصر 5، صحيح؟ هذه هي ستكون البداية من 0، لكن إذا عندما أصبح أنا بالصفحة الثانية فالأوفست ستتغير. فبالتالي هنا يمكن أن أحسب الأوفست، فإذا أكتب calculate offset، وأكتب هنا offset التي هي ستكون الصفحة الحالية minus 1 ضرب عدد العناصر بالصفحة. وكيف، ماذا يعني ذلك؟ الآن سنتحدث عن هذا الموضوع. يعني مثلا إذا أنا طلبت الصفحة الأولى، فواحد minus 1 0، والضرب عدد العناصر بالصفحة التي هي مثلا 10، فإذا الجواب 0، فالأوفست ستكون 0. طيب لو أنا مثلا هنا قمت بطلب الصفحة الثانية، فإذا الصفحة الثانية هي 2 ناقص 1، 1 ضرب 10، فالجواب هنا 10، فالأوفست ستبدأ من 10 وتجلب لي 10 إضافية، وهكذا. فإذا هذه هي الأوفست. بالنسبة للسيرتش سنناقشه بعد قليل، الآن دعونا بموضوعنا الذي هو فعليا التالي، هو أننا نريد أن نعدل على هذا، فقط سأحول هذا لدبل حتى أستخدم variable هنا. سأطلب كل شيء من الارتكل، سأقوم بترتيبها order by، واتفقنا id، والطريقة التي أريد ترتيب بها هي نفسها الطريقة التي سيمررها الشخص بالURL، وسأكتب كلمة limit لأحدد عن عدد العناصر التي أريدها، التي ستكون هي نفسها per page، وأيضا الأوفست التي كتبتها قبل قليل، فإذا الأوفست ستكون هي نفسها الأوفست. فأتوقع أن الآن طبعا لنرى الأمر كامل، فإذا هذا هو الأمر. فإذا لنرى سأقوم بالتحديث ونختبر، جيد، لا يوجد أخطاء للمرة الأولى لليوم، لا يوجد أخطاء. فلاحظوا أنا لن أزود أي شيء، على أساس أن القيم الافتراضية هي، عفوا، القيم الافتراضية هي 5 عناصر في صفحة، وأنا أطلب الصفحة الأولى، فإذا 5 عناصر في الصفحة، فإذا يفترض أن يعود لي هنا 5. فإذا تحديث، ولاحظوا أن جاءتني البيانات هنا صحيحة، ويفترض أن تأتيني 5 عناصر، فإذا هذا 1 3 4 و5، فإذا هذه من 0 إلى 4، يعني 5 عناصر. طبعا الأرتيكل الأخيرة التي جاءتني يفترض أن هي آخر أرتيكل موجودة بالديتابيس، وهي فعليا آخر أرتيكل، ها هي الأيدي لها 34، وهذه الأيدي لها 34، فإذا الترتيب جاء descending كما متوقع. لكن لو غيرت الترتيب الآن وكتبت order يساوي ascending، فإذا الشيء الذي سيحدث، لاحظوا جاءني الاي دي 1، وماذا جاءني 0 1 2 3 4، يعني 5، لأن بدأنا من 0، واضح؟ طيب ماذا لو طلبت أنا الصفحة الثانية؟ فسأكتب هنا and page 2 عفوا، فإذا سيأتيني أيضا، لاحظوا هذه مقالات مختلفة جاءتني هنا، وأيضا عددها 5. طيب ماذا لو أنا طلبت المقالة الثالثة، الصفحة الثالثة عفوا، الصفحة الثالثة، لاحظوا جاءني المقالة 1، لماذا؟ لأن في كل صفحة 5 5، ولدي 11، فالصفحة الأولى فيها 5، الثانية 5، الأخيرة فيها 1. طب ماذا لو كتبت 4 هنا؟ لاحظوا سيأتيني error أنا records not found، هذه أريد تغييرها من هنا. فإذا هنا عندما قمنا بإعادة 404، أريد فعليا إعادة 200، ولن أجعلها error، لكن سأضيف مسج هنا، سأكتب فيها there are no records مثلا، لا يوجد، there are no records، وبخصوص الداتا لن أعيد null، سأعيد empty array، وفذن هذا سنقوم ب delete وال error null. فذن الآن مرة أخرى سنكرر، عفوا، لاحظوا الأري فارغ. فإذا الآن كل شيء صحيح وكل شيء تمام، تبقى موضوع واحد هو السيرتش. السيرتش الشيء الذي أنا أطلبه من URL هنا في الأعلى، أين هو؟ مرة أخرى، ها هو سيرتش، أنا أطلب سيرتش. طيب إذا أردت مثلا البحث عن، لاحظوا يوجد مقالة فيها AAA، هذه سأبحث عنها، فهنا سأكتب هكذا
search يساوي AA، ثلاثة A مثلا. طبعا السيرش لم أجعله يعمل، فبالتالي هو لا يعمل، لكن السيرش ها هو موجود بالميتا، هذا الشيء الذي سأبحث عنه، لكن علي أن أكتب الأمر، أن أمرر السيرش كويري، أين أمررها لهذا الكويري. فضل لاحظوا أن أنا أريد البحث title, description, content في ثلاثة أماكن. لنبدأ، فإذن بداية قبل الأوردر باي، إذن البحث عادة يكون قبل الأوردر باي، لأننا سنستخدم كلمة where clause، وبـ where clause سنكتب title like ماذا؟ title like سنكتب regular expression بالداتابيس. الآن سأوضح لكم ما هو search query الذي هو في الأعلى الذي سأجلبه من هنا، هذا هو search query. فإذا هنا لدينا التايتل لايك كذا، ماذا يعني التايتل لايك كذا؟ ماذا يعني ذلك؟ طبعا أنا لماذا كتبت A هنا؟ لا يوجد A. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن أنا أريد أن إذا كان التايتل هذا قيمته فيها أي شيء قبل وأي شيء بعد لكن تحتوي على السيرش كويري. فإذا هذه الإشارة البرسنتج ساين يعني أي شيء، أي شيء، وهذه أي شيء. فأنا أقول إذا كان الارتيكل فيها تايتل فيها يبدأ بأي شيء وثم السيرش كويري ثم أي شيء فهذا ماتش فأنا أريده. فإذا بهذه الطريقة يمكن أن نبحث عن أشياء. أيضا أريد أن أكتب، ليس هذا فقط، أريد أن أكتب or نفسه، هذا سأجربه هكذا نفسه، لكن الآن سأقوم بماتشنج للديسكريبشن، ونفسه هذا سأنسخه وأقوم بماتشنج للكونتنت، عفوا سأضعه هنا، نسخت بطريقة خاطئة. طبعا بالنسبة لل SQL كما نعرف أن ليس مهم موضوع case sensitive، يعني هو ليس موضوع مهم، لكن نحن نكتب capital letter الأوامر حتى نميزها عن شيء ليس له علاقة بالأوامر. فإذن هنا سأكتب content، فالشيء الذي كتبته ابحث في جدول الارتيكل أينما يكون التايتل كذا أو الديسكريبشن كذا أو الكونتنت كذا. فأتمنى أن لا يوجد خطأ، لنرى. يوجد خطأ، ما هو الخطأ؟ يقول search query not defined، نعم لأني هنا وهنا. فإذن الآن نتمنى لا يوجد خطأ، لا يوجد خطأ، ممتاز، وأعاد للارتيكل. نفس الفكرة هنا، لو كتبت مثلا هنا مقالة سيعيد لي كل الأشياء التي فيها مقالة، لاحظوا هذه كلها أشياء فيها كلمات مقالة.